القصة اللي خلت ألفريد نوبل أكتر واحد لعب بومب وصواريخ في التاريخ يتنزل عن ثروته اللي جمعها من بيع المتفجرات 31 مليون كرونة سويدية أو بما يعادل حاليا 160 مليون دولار عشان يعمل جائزة سنوية للعلماء؟ أقول لك أنا، سنة 1888 عمك ألفريد كان قاعد بيعد في روزمان الرزم اللي عملها من صفقة المتفجرات اللي فرقعت كلها، ومرة واحدة سمع خبر موت أخوه لودفيج. المهم زعل شوية مش عارف إيه، كمل عد في الرزمة وتنتشر إشاعة بين الناس إن ألفريد نفسه هو اللي مات مش لودفيج. يصحى بقى عمك ألفريد اليوم اللي بعده عامل كوباية الشاي بلبن، بيفتح الجرنان لقى الصحف الإخبارية كلها قاعدة بتحتفل بموته. تخيل كده، من ضمنهم صحيفة فرنسية أثرت جدا فيه كاتبة The merchant of death is dead، تاجر الموت ميت. I was just checking، كنت فقط أتصفح الجريدة لكن وجدت الجميع يحتفلوا بموتي فقلت يا لهوي يا لهوي. وهنا نفتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أكثروا ذكر هادم اللذات لأن الموت هو الصخرة اللي بيكسر عليها كل تافه.